السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. النهاردة بنتكلم على تجربة جديدة في علم وظائف أعضاء النبات، اللي هو ظاهرة الأسموزية، بتكتب بالسين بالزين أيا كان، اللي هو الأسموزيس يعني. فبنتكلم على الأسموزية باستخدام الأزمومتر برضو بالسين أو بالزين المفتوح، تمام. الجهاز عبارة عن إيه؟ باختصار بسيط خالص، إحنا عندنا حامل، عندنا دورق في ميه، وعندنا القمع المقلوب ده، وفي هنا سلوفان باك. السلوفان باك دي او ورقه السلوفان اللي هي تشابه الغشاء البلازمي بتاع الخليه. طيب احنا بدانا التجربه بايه؟ زي ما احنا شايفين حضراتكم كده، بدانا التجربه، احنا حطينا في القمع هنا ميه محلول سكر او محلول ملح طعام، يعني هنا حاطين في محلول سكر او ملح طعام، محلول حقيقي يعني، وبره هنا ميه بس. طيب بنشوف المستوى بتاع الميه في القمع، ده المستوى الاولي اللي احنا هنبدا عنه، بنعمل علامه. وهنا في الدرق ده بنقوم جاي حاطين علامه، انا حاطط الخط الاحمر ده كده، دي العلامه اللي بدانا بيها في مستوى الميه. بنتركها عدد من الساعات، بعد فتره ابص الاقي مستوى الميه اللي في الدرق اللي هنا ده اهو، لو مشيت كده الاقيه نزل بالمقدار ده، بقت الميه هنا. ونفس المقدار ده زاد الناحيه الثانيه فوق. الله، طب ده يلفت نظري، يبقى اذا المشاهده بتاعتي انخفاض مستوى الماء في الدوره، اهو نزل من المستوى الاحمر ده الى المستوى ده تحت، وارتفاعه بنفس القدر، اهو الاحمر ده كده طلع بنفس القدر في القمع، دي المشاهده. ده معناه ايه؟ معناه ان الميه اللي نقصت من هنا راحت فين؟ زي ما الاسهم الحمراء دي بتبين، دخلت داخل القمع فارتفعت لفوق. طب ده المشاهده، وده احنا استنتجناه، عايزين نفسره بقى التفسير. بنقول ان الميه اتحرك، ده نتيجه ايه؟ الاسموزيه او الاسموزس. ايه هي الاسموزس؟ اللي هي انتقال المذيب اللي هو الميه من المحلول الاقل تركيزا، خلاص حتى لو كان صفر بقى، ما اقل تركيزا ده ان شاء الله يكون صفر، ما فيهوش حاجه يعني، خلاص، من الدوره. الدوره ده كان فيه ميه بس، فما كانش فيه املاح خالص، فمش بس منخفض التركيز، تركيز الاملاح فيه صفر، واتحرك ناحيه القمع، خلاص، حيث الاسموزيه المرتفعه. هنا في اسموزيه مرتفعه نتيجه التركيز المرتفع للاملاح، وبالتالي وجود ضغط اسموزي مرتفع داخل القمع، فدخلت الميه بالشكل ده هنا، عشان كده اللي نقص من الدوره ده هو نفسه اللي خرج لفوق هنا بالشكل ده كده. طيب الحقيقه ممكن نعمل تجارب بقى، نعمل تباديل وتوافيق، يعني ايه؟ العكس. طب ايه رايكم لو احنا كنا حطينا بره هنا الميه بالملح او السكر، وجوه هنا الميه بس، كان ايه اللي هيحصل؟ قبل ما نجاوب نفكر، احنا القاعده بتاعتنا ايه؟ ان الميه هي اللي بتتحرك، يبقى اذا من التركيز الاقل هنا هيبقى فين التركيز الاقل؟ يعني لو افترضنا بقى، لو انا عملت التباديل والتوفيق، هيبقى كني بادئ باليمين هنا. الميه هنا مستواها عالي، دي ميه بس، هنا في الدوره ميه وملح، بعد فتره ايه اللي هيحصل؟ الميه هتنزل من هنا وتطلع في الناحيه الثانيه وتزيد في الدوره، يعني هتنخفض من هنا وتزيد في الدوره بنفس التفسير ونفس كل حاجه. ده لو احنا عملت يعني ايه تبديل، لو انا حطيت الميه الملح دي بره خلاص، والعكس الميه هي اللي هو، لكن احنا لينا التجربه اللي قدامنا هنا. طيب الحقيقه، طب لو انا عايز اقيس كميه الضغط اللي حصل الاسموزيه بعمل ايه؟ في تجارب ثانيه وفي اجهزه ثانيه قريبه من ده، ان بحط ثقل معين، افضل اضغط من فوق لغايه لما ارجع مستوى الميه ده للمستوى اللي هنا، اشوف عدد الاثقال الاوزان اللي انا حطيتها من فوق لغايه لما نزلت المستوى الميه، يبقى انا نزلت مستوى الميه نتيجه ان انا حطيت ضغط، يبقى كان الاوزان اللي انا حطيتها بطبقها في قانون معين، اقدر احسب كميه الضغط الاسموزي اللي كان موجود عندي. طب احنا كل ده بناخده ليه؟ بناخده عشان كده. اولا في طبعا هيبقى في رابط لفيديو موجود على اليوتيوب، انا هبقى حاطط الرابط في الوصف تحت الشرح يعني. لسبب بسيط، عشان افهم ان الخليه ايه اللي بيحصل فيها، امتى بتنتقل الميه الى الخليه او من الخليه او بنفس القدر. هنبص كده. لو انا بصيت هنا كده الاقي اتجاه الميه داخل لجوه. طيب عايز افسر الكلام ده، يعني الخليه هتزيد في الحجم نتيجه ايه؟ احنا قلنا الميه هتنتقل من الاقل، يبقى اهو محلول منخفض التركيز هيدخل الى الداخل، عشان الخليه فيها املاح كتير، فالخليه هتنتفخ. طيب لو حصل هنا بقى مساوي، الخليه المحلول اللي بره قد المحلول اللي جوه، وبالتالي الميه هتدخل وتخرج بنفس القدر، لازم هتدخل فتظل الخليه كما هي. طب لو حطيت بره تركيز عالي من الاملاح، يبقى التركيز الاقل موجود فين؟ داخل الخليه، يبقى الميه هتطلع وتسيب الخليه ويحصل بلزمه، اللي هو انكماش في سيتوبلازم الخليه ويبعد عن الجدار، تبقى الخليه مبلزمه.
في الحقيقة التجربة دي مهمة جدا عشان بتفصل لنا في النظر تجربة هامة أو ظاهرة هامة اللي هي بيسموها إيه؟ الجفاف الفسيولوجي، اللي هو إيه؟ أولا كلمة جفاف يعني ذبول الإيه؟ ذبول النبات، بيبقى لونه مصفر وضعيف وكذا وكذا، نتيجة إيه؟ نقص المية، ده الجفاف. طب ده الجفاف الحقيقي مفيش مية، أمال إيه الجفاف الفسيولوجي؟ لا، النبات موجود في تربة مالحة يعني فيها أملاح زيادة، فيها تركيز من الأملاح، وبالتالي هيحصل الخطوة الأخيرة دي، تنتقل المية بدل ما الوضع الطبيعي إن المية تدخل من التربة إلى الجزء، لا ده هيحصل العكس، إن المية هتنتقل من النبات من الجزء وتطلع لبره تتسحب من النبات، فتكون النتيجة على الرغم من وجود مية وبره في التربة في مية متوفرة ولكنها مية مالحة فيها أملاح عالية، وبالتالي يحصل بلزمة للنبات لخلايا النبات ويظهر عليه ظاهرة الإيه؟ يظهر عليه مظاهر الذبول على الرغم من وجود المية، بس المية هنا إيه؟ مية مالحة أو تربة مالحة يعني. إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل في عملنا رياء أو سمعة، ونسألكم الدعاء بظهر الغيب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلتقي في فيديو قادم من فيديوهات تبسيط العلوم، أترككم في رعاية الله وأمانه، أتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.